ماما مريم ضربتني. يا مجنونة ليش ضربتي؟ بتقول ضربتي مجنونة انتي صاحية؟ ريم ما في الصالة يوم أم محمد بتزورنا. أم محمد يصرح على أم عبدها. ببخل البيت عشان تكون ريحة حلوة. أريد البيت يكون مرتب. بخلت البيت صار البيت ريحته حلوة. خلي نضبط شوي. بس خلاص مو بحلو مشاكلهم. شنو تبين، قهوة ولا ماي ولا كيك؟ كيكة. روقع كيكة. شكرا شكرا. عفوا. جوعانة. لذيذة؟ وايد حلوة. البنات اليوم دوخونا. نروح نلعب. اوكي. انقلعي انقلعي الشاشة، انقلعي.
لكم ثاني مرة. اطلعي سام، سويت لي مشكلة. يلا سوسو يلا. افتكار المزعجين يا ويش، كيف سوسو ثاني مرة؟ أكيد ما راح أكلمها، خليها تولي. إذا سوسو دقت عليها ترجع لها. أوكي. سوسو تصالحوا، إلا أنا ومحمد متخاصمين، لازم اتصل عليها ونتسامح. سامحيني أنا كبرت السالفة. عذر مشطان دخل بيني وخلاني نتخاصم. إلا تريد تزعلهم بعد دقيقتين يسامحون، أما نحن نكبر المشكلة. أي والله صادقة، راح نتم صديقات للأمد إن شاء الله. هلا بنات، جيت الفاشلة. بنات طلعت في الويكند، ما تدخلي الفاشلة. ليش بنت الصف ما يحبوني؟ أتمناهم يحبوني. شو هالدفتر من وين يا؟ خليني أسألين كم الحد. بنات من منو هالدفتر؟ لا مش مالنا. يس مو مال أحد، خليني أخذه. دفتر الأمنيات، كوني حذرة. دفتر الأمنيات عجبني، رح أخذه. ملانة خليني أرسم. رسمت حبات شوكولاتة كيوت. مش متقفل؟ من وين جت هالشوكلت؟ اه صح، انا رسمت شوكلت. هذا الدفتر يحقق الامنيات. شو اتمنى؟ اه دفتري السحري، اريد غزة تتكلم نفس لغة القرود.